أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم لبس النقاب وما حكم الإسبال؟ لبس النقاب إذا كان يستر، وهو من عادة النساء في بلدهم يلبسن النقاب عادةً، وهو نقاب ساتر ما يبدو منه إلا العينان فقط، لا بأس به بهذين الشرطين: أن يكون هو العادة في البلد، عادة النساء في بلدهن، وأن يكون ساترا للوجه، ما يظهر من الوجه شيء إلا العينين فقط من أجل الإبصار، هذا لا بأس به. أما إذا كان عادة البلد غطاء الوجه كامل وإضفاء الغطاء على الوجه كله ولا يبدو شيء من الوجه للعينين ولا غيرهن، فتبقى على هذا، هذا أتم وأحسن وأستر، فتبقى عليه نساء البلد. نعم. النقاب وحكم الإسبال. الإسبال محرم، كبيرة من كبائر الذنوب للرجال، الإسبال للرجال، أما المرأة فمطلوب منها أن ترخي ثوبها من ورائها قدر ذراع لأجل يستر عقبيها، أما الرجل فلا يجوز له أن ينزل عن الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار كما في الحديث، فلا يجوز للرجل أن يسبل تحت الكعبين لا الثوب ولا البشت ولا السروال ولا الإزار، الحد الفاصل هو الكعبان فقط، منهما فما فوق، أما ما تحت الكعبين فهو الإسبال المذموم المحرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالوعيد الشديد، قال: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، هذا يدل على أنه كبيرة. الإسبال للرجال كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن الآن انعكس الأمر، صار الرجال يسبلون ثيابهم والنساء ترفع ثيابها، انعكس الأمر، مخالفة للشرع، المطلوب من النساء الستر، لا ما تستر، تلبس القصير ترفع عن ساقيها، وربما تلبس إلى ركبتيها، والرجل يسبل يسحب ثوبه على الأرض، هذا كله من الشيطان يحمل المسلمين على هذا العمل، النساء على اللبس القصير والرجال على اللبس الطويل، لأجل أن يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.